حضرت فقط زيادة يسيرة شيخنا الحبيب، لأني كنت مسلما ولكن ضحك علي بعض مستبشين كما يقولون، فدخلت في النصرانية. لكن الحمد لله لما بحثت كثيرا فوجدت الحمد لله الحق في الحمد إسلامنا، لله الحمد لله الحمد لله بفضل الله أولا ثم بفضل الحمد لله دعاة الخير الحمد لله. أشاهد شيخ حبيب أني وجدت لما كنت نصرانيا لم أكن على طهارة دائمة، يعني أن كما يقول في النصرانية يعني لا مشكل لديك، افعل كما، المهم أنك تحب الله فقط. لكن لم أكن أهتم بالنظافة نهائيا، لكن الحمد لله الإسلام كنت دائما لما كنت في فترة الكفر كما يقولون كنت دائما أعتز بالمسلمين، يعني أنه الحمد لله الطهارة دائما بدون الحمد لله كل يعلم هذا. الحمد لله فالإسلام الحمد لله يجعل الإنسان في طهارة حقيقية ودائمة، الله يعني في أكبر. جميع الأمور، حتى إذا يولد أنا ولنا في رسول الله أسوة حسنة، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي من علي الحمد لله. الله لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد. وكذلك لما من علي الله بالعمرة، فالحمد لله لما كنت أطوف في العمرة والله لم أشم حتى رائحة العرق، والله ما كنت أشم رائحة كريهة نهائيا. الله أكبر. الله أكبر. أنا وعائلتي الحمد لله، يعني الحمد لله رائحة زكية عظيمة ما شاء الله. الله هذا يجعل الإنسان يعتز ويحمد الله ليل ونهار على نعمة الإسلام، ولم نشكر الله حتى، رغم أن ما عبدنا الله حق عبادتي أولا. الله أكبر. والحمد لله على كل حال. لو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بهذا الاتصال والله يكفي ويشفي. صحيح. صحيح. أشعر بسعادة غامرة والله باتصال أخي عبد الرحمن، وأنا أقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنت يا أخي يا أبا عبد الرحمن ولدت مرتين، المرة الأولى عندما خرجت من بطن أمك، والولادة الحقيقية عندما أكرمك الله عز وجل بالعودة لدينك والالتزام بشريعة ربك سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يثبتك على الخير. آمين يا الله. وأنا أقول هذا ناقوس خطر. نعم. يعني أعداؤنا ما فتئوا يجتالوا أحبابنا عن دينهم، ويحاول بالذات النصرانية أحرص ما يكون على نشرها وعلى التلبيس على الناس بها. وفي الحقيقة هو دين خرافة، النصرانية هو دين خرافة بكل ما تعنيه الكلمة معنا، دين لا يقبله العقل، العقل البشري لا يقبل، لا يقبله. الثلاثة يصبح واحد، ما يكون هذا أبدا. اللاهوت من الناسوت والناسوت لا يمكن، يعني العقل البشري لا يقبل هذا مطلقا. نعم. بعكس الإسلام يوافق العقل، سبحان الله، لأنه لا يمكن يكون هناك تعارض بين العقل الصحيح والدليل الصحيح، لا يمكن. وبدليل مجرد النظافة أن يا أخي الكريم، كثير من الإخوة نحن ذهبنا إلى أوروبا ورأينا تجد ما شاء الله نظيف من أحلى ما يمكن، وبشرته جميلة مثل البصلة لكن رائحته كريهة، نظيف البصلة لكن رائحتها كريهة، هم مثل هذا والله، يعني حتى لا يتطهرون ولا يتنظفون، وربما يعني لا يستخدمون الماء في نظافتهم ولا في الاستنجاء، فتجد روائحهم من أبغض ما يكون، من أبغض وأكره ما يكون. والله ربما لا تحتمل جلوس هذا الكافر النصراني بجوارك، لا يمكن تحتمل رائحته، حتى وإن أعجبك الشكل والصورة، لكن المظهر شيء والمخبر شيء آخر. فأنا أقول أن النصرانية هو دين خرافي بكل معنى الكلمة، ولذلك هو في الحقيقة يريح الضمير الإنساني. نعم. النصرانية باختصار شديد، والذي يجعل النصارى يعني ينتمون لدينهم، وإن كان في الحقيقة ليس هناك انتماء حقيقي، الكنائس فارغة. نعم. أشبه ما تكون بالخاوية على عروشها. نعم. والله ربما لا يدخلون ليتصورون فيها، بالذات القديمة منها. نعم. يعني ربما هناك شيء من التعلق في إفريقيا أو في الهند، ربما يتعلقون بشيء من النصرانية، لكن يعني يا أخي الكريم هو في الحقيقة يريح الضمير الإنساني، يعني افعل ما بدا لك، اصنع ما تشاء، المخلص خلصك من ذنوبك. يا الله يعطيك شيء من الراحة، يعطيك من الراحة، افعل ما تشاء، اصنع ما تريد. المخلص الرب أنزل ولده وصلبه من أجل أن يطهر الأتباع، بالتالي أنت ما عندك مشكلة، افعل ما تشاء، اسرق، اشرب الخمر، ازني، افعل أي منكر، المخلص خلصك من ذنوبك. هذا هذه القضية، راحة ضمير إنساني. لكن هل العقل يقبل؟
هل فطرة الإنسان تقبل؟ ما يقبل. لا يمكن والله لا يمكن يقبل. وعلى مستوى النظافة لم يتقبل. والطهارة يا أخي ديننا دين الطهارة والنظافة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. يعني هذه برضو شيء ينبيك عن أن نحن يعني أحوج ما نكون إلى أن نطبق هذه الشريعة في حياتنا.